بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هلا وكل الهلا بيكم حبايبي متابعاتي ورداتي، شلونكم شخباركم؟ ان شاء الله تكونون باحسن حال وبصحة وسلامة. اليوم اجيتكم بروتين ريوق غدا عشاء، وحبيت اشاركه يعني وياكم. هنا ريوقي كان ريوق كلش يعني سريع وسهل وطيب، اللي هو ثرمت راس بصل وحمست، من بعدها ضفت عليه المعجون، خاشوقة أكل معجون حمست وياه، مثل شلون لما أرد أسوي طماطة بالدهن هيجي لحد ما تطلع ريحته، من بعدها أضيف عليه البيض، يعني طعمه كلش طيب. وهنا سلقت وياه يعني بيضتين على مود جهالي حتى يتريقون وياي. من بعدها توجهت للمطبخ، سوقنا يعني فواكه وهي شغلات، فتعرفون أنا دائما أول ما أجي الفواكه أغسلهن، أنا نغسلتهن عطمتهن ومن بعدها خليتهن مثل الثلاجة، وبديت يعني أطبخ الغداء. غدا أنا كان يعني كبة المرقة، أني يعني بس هسه حاليا يعني صورت لكم طريقة الطبخ، لأنه أني قبل بوقت كنت لافتة ومفرزته، فإن شاء الله من أسوي وأفرز كبة يعني ألف بوقتها راح أشاركه وياكم إن شاء الله، وتشوفون شلون أسوي طريقة الكبة الجدر. هنا عندي راس بصل ثرمت وضفته على الزيت انحمس، وهنا أنا كان عندي دهن ولحم يعني كان مال الحشو، فضفته ويا الكبة، حمسته ويا البصل والمعجون، طلع ريحته كلش طيبة زين. ومن بعدها ضفت له مرقته، ضفت له مي، أخذ يعني فورتين، ومن بعدها نزل عليه الكبة، وراح تشوفون شلون كبة راح تطلع يعني تجنن، لوز فتشي شكل وطعم خيال، ما يعني ما اسولف لكم على الطعم كلش طيب. ومثل ما شفتوا ضفت شويه بهارات يعني للمرق، حسيته يعني يحتاج شويه بهارات، اني دائما اخليه ويا لما احمس البصل والمعجون، بس هنا يعني حسيته يعني راد له شويه بهارات، ضفت له بهارات كبه. وشوفوا هنا المنظر هو يحكي عن نفسه. وهذا كان غدانا وسهمكم، ألف عافية حبايب قلبي. وهنا انتقلنا يعني العشاء، أكيد هنا كان عندي كيلو بوتيتا، قشرته وسويته حلقات مثل ما شفتوا، وضفت له بقد كلاس مي، خليته يعني على النار لحد ما شفته يعني انه صار كلش حسيته استوى، من بعدها هرسته بالمهراسة وثرمت له بصل. اليوم ديونا براعية ثرم البصل، يعني من الصبح لحد هسه يعني وصلنا احنا لحد العشاء، احنا اليوم ثرمين 3 مرات بصل حبايب قلبي. مثل ما تشوفون حمس البصل وخليت عليه البوتيتا المهروسة، وخليت له البهارات حسب الرغبة، شو تخلوه من بهارات خلوه. أنا هنا ضفت له شوية يعني ظرف ماجي، ضفت له شوية كاري وشوية كركم، ما كثرت لأنه إحنا ما نحب الكركم يعني هواي بالأكل يمرره أحسه. فهناك قسم عندنا يحبوه هيجي يعني ما محموس ذاك الحمس القوي انه يعني يلجع وهيجي، واكو قسم لا. اشوفه بنهايه الفيديو شلون راح احمسه واخليه يصير يعني يلجع كلش يلا ياكلوا. فهنا سويت زلاطه يعني سريعه، هاي زلاطه كلش طيبه، خيار فلفل طماطه بصل وليمون
أكيد يعني ليمون أثرت فوق الزلاطة وثرمت من عنده وضفته ويا الزلاطة، طعمه كلش يعني طيب طلع. سلامكم العافية حبايب قلبي، حبيباتي ورداتي اللي وصلت لهنا خلي تشقلي لايك. هو مثل ما تشوفون حبايب قلبي هنا ثرمت يعني من الليمون يعني القشر مالته وضفت الزلاطة، طلع كلش يعني طعمه طيب. وحبايب قلبي وصلنا هنا لنهاية الفيديو، اتمنى تخلولي لايك وتشتركون بقناتي وتصلون على محمد وآل محمد بالتعليقات وتزيدون النبي صلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأترككم بأمان الله وحفظه ومع ألف ألف سلامة حبايب قلبي. باي باي.